السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو غادي نشوفوا اليوم التصديات ديال ياسين بونو اللي كان اليوم بشبه راحة أمام أصدقاء كريستيانو رونالدو. المباراة صراحة كانت فيها واحد ريمونتادا تاريخية لفريق الهلال في الكلاسيكو ديال الدوري السعودي. المهم الأصدقاء ديالي اليوم كنشوفوا فريق الهلال كان خاسر بواحد مقابل لا شيء وكيتقلب بأربعة مقابل الواحد. هنا المباراة خدات واحد المجرى آخر. أصدقاء ديالي غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا الملخص ديال المباراة وكل ما قدموا ياسين في هذا الماتش، ثم شوفوا حكموا وعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو، حركنا داك لايك وبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو مباشره نشوفوا الفيديو ونتلاقاو. اصدقاء ديالي خوتي العزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي العزاز، بركونا على واحد لايك وبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.